يعني يا جوان الله يرضى عليكي تهدي شوي وتتوضي بالرحمة. خلاص انا عرفت تعبت تعبت. ابنك انجن بطل في براسه ولا ذرة عقل. ان شاء الله يا رجل انتي ما بدي اهدى لا عن حد يقول لي كلمتين. انا شو مسوية شو مسوية؟ فكرت بحالي فكرت ببنتي فكرت اشتغل اجيب مصاري عشان ما اكون عالي عليكم. يا نجوى يا حبيبتي جابر تعبان ونحن لازم نوقف معه. انا اللي تعبانه، انا اللي ما حد حاسس فيني، انا اللي تمرمغت كرامتي في الارض فقر وتعتير ومذله، ورغم هيك قبلان اعيش خدامه تحت رجليه وساكته وعالطالعه والناس دي عالطالعه والناس لزل زل زل. ليه ليه مره نحس عليه وعلى عيلته ومره مش عارفه ايش، واخر اشي بحط بشرفي بشرفي يا مرت عمي. اعوذ بالله، لك انت شرفك من شرفنا. احكي الحكي هاد لابنك مش الي. شبكوا لك شبكوا كلكم عم تهبوا مثل البارود شبكوا. اسمع يا ام جابر. ام جابر هاي اول مره بعملك بتناديني هيك. انا اسف هاي كعبي، بس والله العظيم ما عاد قادر اتحمل مو قادر اتحمل. طيب لوين بدك تروحي؟ الى الله. قلنا ان الله، بس انا بدي اعرف شو ناوية تعملي. بدي اروح عند اهلي، ما عاد تفرق معي، بتبحوني بطردوني اللي بدهم اياه يعملوا، ما عاد فرق معي بالمره. وبنتي لك شو صار لكم كلكم جنيتوا؟ خلص اهدي شوي اهدي الله يرضى عليكي. انا بحكي معك انجن بطل في براسه مخ وبطل يسمع من حدا. ما انت شفتي بعينك يا مرت عمي، ما ضل غير نبوس ايديه ورجليه عشان يصدقني ما ببيع شرفي وكرامتي وهو مش راضي زي الحيط. طولي بالك الله يرضى عليك يا نجم طولي بالك. مرت عمي مشان الله خليني اروح واعمل اللي براسي، خليني اوصل عند اهلي على بكير، بلاش تعتم علي اكثر من هيك. الله يخليك يا مرت عمي.